خالتي أرجوك حاولي تقربين من أمي وتعرفين شنو فيها. ترى هي من يوم من السفر بالها كلها مشغول وتفكر. المشكلة أنها مو راضية تبطل قلبها حقها. الموضوع هذا خلوا عليه، لا تشيلون هم. أنتوا الحين روحوا لا تأخرون. إن شاء الله. يلا. يلا يما. على بنت خالتي. يلا يلا يلا. نورة نورة أرجوك خفي من اللي أنت فيه، ترى الكل ملاحظ عليك التوتر هذا. شو أسوي يا سعاد؟ غصب عني. هو كلمك مرة ثانية وسألني عنك بعد. شنو؟ سأل عني؟ ليش؟ هددني أنه بيذكر اسمك في التحقيق لو حاولت أبلغ عليه. شفتي يا نورة؟ هذا اللي كنت خايفة منه صار. وليش تخافين دام صديقتك بتسلمني الفلوس الليلة؟ انت شايبك هني؟ سلم على سعاد. ولا انت بعد ناسيتني يا سعاد؟ لا مو ناسي يا يوسف، بس لو سمحت روح من هني قبل يجون البنات ويشوفونك. اوه لهالدرجة انا اخوف؟ اعتقد ان موعدنا بالليل، شايبك هالحزة؟ قلت لك يا سلم على سعاد، سعاد صديقة عمرك اللي في يوم من الأيام جت تتوسل علشان تزوجك، ولما رفضت سويت المستحيل علشان تساعدك، فما أعتقد أنت اليوم راح تخذلينها وما راح توقفين وياها وتهدمين بيتها. اسمعني أنت اللي سمعيني زين، إذا الليلة ما وصلتني الفلوس من باكر الصبح أنا أكون في الجريدة عند العقيد السهيل وغصون وأقول لهم كل شيء عن سعاد. هذا من غير وليد اللي بصدمه بحقيقة وقضية عمره ما ترافع عنها في حياته. لو سمحت يوسف روح من هني قبل يجون البنات ويشوفونك أرجوك. عقل صديقتك قبل لا تنشر فضيحتها في الجرائد ويقرونها كل الناس. نورة أنا أدري إن المبلغ كبير عليك، بس إيش بتسوي؟ أنتي دفعي النص وأنا بدفع النص. سعاد أنت إيش قاعدة تقولين؟ إحنا في مركب واحد يا نورة، يا نغرق سوا يا ننجى سوا، وحياتنا أهم من كل شيء. خلاص أنا بسحب الحساب اللي في رصيدي كله. متى؟ الحين. بس أنتي أخذي فجر ميعاد معاك وصليهم البيت. وإذا سألوا عنك إيش أقول لهم؟ قول لهم تعبت وراحت ترتاح. خلاص توكلي. قربت نهايتك يا يوسف، أنا وراك بشوف منو اللي بيدفن الثاني، أنا ولا أنت. أنت وين تروح؟ ليل ونهار دوارة وين تروح؟ الله يهداك يا أحمد، شنو وين أروح؟ أنا ما أعرف الديرة غيرك أنت. أنت لا تنسى أنا عندي أصدقاء وزملاء لازم أمر عليهم وأسلم عليهم وأتسامح منهم، وأنا قلت لك راجع علشان أتسامح من كل واحد غلط بحقه. على فكرة انت كلمت نورة بالتليفون اليوم؟ اتصلت ويا ريتني ما اتصلت. ليش؟ اول ما قلت لها انا يوسف سكرت الخط بوجهي وقفلت الموبايل.
اعذرها يا اخوي، لا تلومها. اللي سويتها انت فيها مو شويه، حتى انا المفروض اروح لها واعتذر لها. لا لا ارجوك يا احمد، انت لا تروح ولا تعتذر، خلك مكانك. ليش عادي؟ شو السالفه؟ انا علاقتي فيها وايد زينه، اعتذر لها لو اوصل اعتذارك بعد. لا ما يخالف، هذا لو انا يأست وما قدرت اوصل لها راح اكلفك بهذه المهمه. بعدين لا تنسى رجعتي لنوره فيها شويه حساسيه، وانت مثل ما تقول علاقتك معاهم ممتازه. كيفك اللي تشوفه؟ اقول لاحمد، عندك عنوان وليد؟ عنوان مكتبه، تليفونه؟ ليش ايش تبي فيه؟ ولدي يا احمد، خاطري اشوفه لو مره في حياتي من بعيد، ودي اقول له انا ابوك. ارجوك يا احمد. بس يا يوسف. ارجوك يا احمد، قدر مشاعري كأب. انا انسان، ابقى في النهايه انسان لي احساس ومشاعر. من حقي اقول له انت ولدي، ومن حقي اسمع كلمه ابوي. ارجوك يا احمد، ارجوك يا احمد. حاضر، انا الحين بعطيك الكرت وفي تليفونه وعنوانه بعد عامر. جزاك الله خير، ما قصرت. الشكر لله يا اخوي، انا اخوان وبيني عيش وملح. حاضر، بارك الله فيك وكثر الله من امثالك. خلاص يا وليد، انسى. ليتني اقدر انسى وابتدي حياتي من جديد. بعد اللي صار لازم تنسى وتشوف حياتك. تعتقد ان غصون نستني؟ ما ادري، لكن غصون جرحت وصعب انها ترجع بعد اللي صار. اللي صار اللي صار اللي صار انا مالي دخل فيه، وانت تدري. اي بس غصون ما تدري، والزم مع الانسان كرامته. بعدين تعال قول لي أبي، شو اللي حرك مشاعرك لهالدرجة الحين؟ كنت مسيطر عليها طول الفترة اللي طافت، بس تعبت. صدقني يا عصام تعبت. اكتشفت أخيراً أن الحين أحبها، ما أقدر أتخلى عنها. خلاص عيل، اقعد معاها وشرح لها موقفك. شو أقول؟ شنو أشرح؟ أشرح لها أسباب أنا بالأساس ما أعرفها. إنزين ليش ما تقول لها عن موقف أبوها يوم ياك المكتب؟ أخاف تقول لي إن فاتك الفوت ما ينفع الصوت. شوف وليد، نصيحتي لك إنك تواجهون، تقعد وياها تشرح لها موقفك، يمكن ترجع ويمكن ما ترجع. وأخون كلمتي مع عمي سهيل. ماكو فرق عيل، أنت بالحالتين خسران. وبعدين تعال قول لي أنت شنو استفدت من وعدك حق عمك سهيل هذا؟ ترى ولا شيء. وحتى لو ما وعدته ورحت خطبتها كان بيرفض، وكنت ما راح استفيد من اي شيء. ذيك الساعة بينجبر يقول الاسباب، والكل بيعرفها. هذه الفلوس تطلع من حياتي للابد ولا تراوني رجعت وجهك. نورة،
تصدقين انك تحلوين لما تعصبين؟ تذكرين ايام ما كنا نلتقي في الشقه؟ والله ايام جميله. على فكره انا ساكن بفندق وعندي غرفه احلى من الغرفه ذيك. ترفعين ايدك علي يا نوره واكسر راسك بعد. راح تدفعين الثمن غالي. وخر. الو ها نوره قولي لي ايش صار. اعطيته بس انا خايفه من كل شيء، خايفه من يوسف وناصر ووليد والبنات ومن كل الناس. سعد انا اعصابي تعبانه، احس اني مخنوقه ومو قادره اتنفس. يا ربي انا اللي متى بتم ادفع ثمن هالغلطه. يوسف شكله مو راضي يهونها ولا راح يتركني في حالي، كثر ما انا ضعيفه وخايفه وما في يدي شيء اسويه. مساء الخير أصول، ممكن أتكلم معك شوي؟ تفضل وليد، أسمعك. أصول، أنا أدري إن جرحتك وإني قصرت بحقك وايد، بس صدقيني لو عرفت الأسباب. الكلام هذا متأخر يا وليد وما له داعي الحين. أنا لو بعرف الأسباب كان سألتك من زمان. الأحسن إن إحنا ما نطالع ورانا، والمستقبل قدامنا. صحيح ما قدرنا نكون زوجين مثل ما نبي، لكن أتمنى أن صداقتنا تدوم. لا لا تشرح لي أي شيء، المرحلة هذه أنا تعديتها وما بيرد لها مرة ثانية. أنا عندي مشاريع تتطلب كل وقتي وكل جهدي، وما عندي وقت أفكر فيه بأي شغلات ثانية. عندك صباح الخير. فيك يا ناصر؟ خير؟ مضايقني وضع أختك اللي مو بلاقي له تفسير. فعلا نورة أحوالها متغيرة بالمرة. في شيء أنا ما بقادر أعرفه. غريبة يا ناصر، نورة ما تخش عنك أي شيء. ما هذا اللي محيرني، كل ما أسألها تقول لي ما فيني شيء ما فيني شيء. ويمكن مريضة بمرض نفسي وإحنا مو حاسين فيها. كل شيء جايز، والحل؟ الحل أما ناخذها عند دكتور نفسي متخصص يعالجها بعيادته، أو إن إحنا نجيب الدكتور البيت هني يعالجها بالبيت.
حتى لو افترضنا انها هي مريضه، شنو الاسباب اللي وصلتها لهالحاله؟ خليك من الاسباب الحين يا ناصر، المهم نتاكد ان كانت مريضه ولا لا. اكيد مريضه، ولا في ذمتك وحده بنتها بتتزوج مو سأله فيها. على طار الزواج، خل موضوع مرض نوره هذا سر بيناتنا. ليش؟ لان فجر لو دارت موضوع امها ومرضها راح تعطل الزواج، وانت تدري مرض نوره هذا يمكن يطول وياخذ شهور وايام، غير ان عصام مستعجل يبي يتزوج اليوم قبل باكر. بس اللي عرفته من فجر ان سفرتهم بتطول شهرين. زين، عين يعني خلي الموضوع هذا سر بيناتنا لين ما تسافر فجر ويا عصام. اي بس انا اخاف كل ما تاخرنا في الحاله تسوء اكثر. يا ناصر، احنا كل اللي قاعد نقوله هذا مجرد افتراضات ما لها اي اهميه ولا اي اساس. المهم نتاكد بالاول، ويمكن نوره مو مريضه نطلع انا وانت غلطانين. كل شيء جايز. زين، نوره وينها فيها الحين؟ والله ما ادري، انا بروح انطرها فوق يمكن تي. مساء الخير. وين كنتي؟ عمرك ما سألتني هالسؤال، شو معنى اليوم؟ وشو هي إذا سألتك؟ كنت في حفلة حق جمعية خيرية يسوونها كل سنة. تبرعتي بمبلغ؟ لا. نورة، ليش تحكيني بهالطريقة الجافة؟ تناسب أسئلتك اللي كلها شك في شك، إلا وين رايحة وين رادة، تبرعتي ولا ما تبرعتي، إيش فيك؟ وين الغلط في الموضوع؟ ما أقصد شيء، أسئلة عادية، صرتي ما تطيقين نفسك. هذا أنت، بتقول لي أنت تعبانة بوديك حق دكتور، كل كلمة ثانية تقولي بوديك حق دكتور، ما عندك شيء. أنا ما كان قصدي شيء، ما كان قصدي أضايقك ولا حتى أشك فيك على قولتك. حد يشك في نفسه؟ أنت قدرك كبير عندي يا نورة، سامحني يا ناصر. ساعدني، أنا ما أدري إيش فيني، أرجوك يا ناصر أنا تعبانة. منال، بدي إياك تديري بالك على حالك وتطمنيني عنك أول بأول. أنت كمان خليل، أول ما توصل عشان طمني عليك، الله يخليك.
شاء الله. وانت يا احمد ما بدي وصيك، منال ما لها غيرك. لا تخاف يا خليل، منال في عيوني الثنتين، وانا عند وعدي اول ما تحب انها تشوفكم او مشتاقه تشوفكم تروح لكم تقعد عندكم لما تشبع وتيني، قولولي راح اشتاق لها في كل وقت. عشت ما بتأثر يا احمد، سلم لي على الكل اولا الاستاذ ناصر. ان شاء الله بترككم بخير. بالك على نفسك. السلام. منال خلاص حبيبتي خلاص، انت لازم تسيطرين على اعصابك وتكونين اقوى من كذي. انهيار اعصابك قدامهم بيشككهم فيك وانت مو ناقصه. صدقيني يا سعاد كان غصبا عني، ما حسيت بنفسي إلا اليوم. الحمد لله كان كابوس وانتهى. أتمنى أنه ينتهي إن شاء الله. هذا هو، ردي عليه. هذا يوسف، ردي عليه. هذا مينون، ممكن يتصرف أي تصرف ثاني بعدين ندم عليه. بسعاد أنت ردي عليه. هاتي. ألو. نعم. لا أنا سعاد مو نورة، إيش تبي؟ محتاجة فلوس لا تصرخين. أنا ما طلبت منك شيء. بو وليد يبي من أم وليد. عنديش عليك. إذا قلبك بعمرك عليها تقدرين تساعدينها. ترى المبلغ كله 50,000 دينار. يعني تقدرين تدفعين 25,000 وهي 25,000. سمعيني زين. إذا ما وصلني المبلغ الليلة انتوا عارفين شو راح يصير. واوعدكم من باكر الصبح اسافر بس استلم المبلغ الليله. باي. النذل سد بوهي. صدقتيني؟ ما قلت لك ان هالانسان ما يتامل له؟ نذل وحقير وجبان، قاعد يبتزنا كل شوي ويسوي لنا مشاكل. وش الحل؟ ايش تبينا نسوي؟ ما ادري بس هم ما راح اعطيه الفلوس. لا يا نوره، احنا لازم نفكر شلون نطلع من هالورطه. هذا مينون، احنا مو ناقصين خراب بيوت. وهو خلى فينا عقل عشان نفكر. الله ياخذه ويفكنا من شره. زين ايش رايك نتصل في رفيج احمد؟ احمد ما في خير، ايش دراك؟ يمكن هو اللي يعطي المعلومات اللي قاعد يهددنا فيها. ولو احنا نحاول ما راح نخسر اي شيء. السلام عليكم. عليكم السلام. يا الله حسبي الله عليك يا يوسف. أنا صحيح إني علمته وقلت له كل شيء، بس ما هقيت إنها بتوصل لهالمواصيل، إنه يأذيكم ويعذبكم، خصوصاً أنت يا نورة. كل اللي قال لي إنه بيروح لها وبيكلمها وبيعتذر لها ويقولني أنا خلاص ندمت واني ضميري خلاص تغير. ما هقيته هالشكل. كذاب ومخادع، قص عليك عشان يوصل لغايته وبس. يشهد الله يا نوره اني اعزك مثل اختي وزياده يا ام فجر. انا صحيح اني ما استاهلكم تسامحوني، لكن انا اخذت حقي، تعاقبت ودخلت السجن وقضيت كل عمري بالسجن وندمت. لكن ايش عقبه؟ عقب ما فات الفوت شاب الراس يا نوره، عمري كله راح بالسجن. وجزاه الله خير بفجر الاستاذ ناصر ما قصر، شغلنا عنده بالشركه والحمد لله، شغلني بين احبابي وربعي واهلي وخلاني اكل لقمتي بالحلال، اعيش حالي حال الناس، صارت لي كرامه. جزاه الله خير ما قصر. عقب ما قلتولي عن يوسف واللي سواه لكم حسيت
حسيت ان هالانسان بيهدم كل اللي انا بنيته. انا الحمد لله انا ندمت وحسيت اني انا عايش بين الناس واني انا تغيرت، لكن هو الظاهر انه ما بيتغير، ما تهمه لمصلحته وبس. ارجوك يا اخ احمد حاول تساعدنا على الاقل، اتذكر الجميل والمعروف اللي سوالك يا الاخ ناصر على قولتك. انا كل اللي ابي منكم انكم تسامحوني وبس. انا صحيح اني ما اقدر ارد الماضي، لكن اقدر اوقف اللي جاي. الله يسمع منك. الله سبحانه وتعالى ان شاء الله بيوقف معاك، لانك انت انسانه طيبه ويجي للخير طويله. ومن ناحيتي انا يوسف هذا بوقفه عند حده وراح اكلمه وراح تشوفون. من رخصتكم. وخر عن دربي يا احمد ولا توقف في طريقي. ليش كذبت وقلت اللي قلته؟ لاني انسان كذاب وعمري ما صدقت مع احد الا مع نفسي. ونفسك بتضيعك وبتشرك للخراب. الخراب بهدم بيت نوره وبيشتت شملها اذا ما جبت الفلوس الليله. انت هاي انت مو انسان؟ ما عندك احساس حيوان؟ عشان جاي تفكيري يختلف عن الناس وممكن اتصرف واسوي اي شيء يخطر على بالكم. بعدين تعال اذا انت مسوي لي هالحركتين علشان الفلسين لا تخاف، حقك محفوظ ما نسيته بعد مهما كان، لانك انت اللي مزودني بكل هالمعلومات عنهم. صدق انك سافل وحقير؟ اوه بعد كل هالعمر اللي عشته وياك توك تعرف هالمعلومه؟ اطلع برا من بيتي، اطلع برا. لهالدرجه انا صرت رخيص ونوره هي الغاليه؟ الانسان يكبر ويصقر بافعاله، لكن انت حيوان ما عندك احساس، ما يهمك عرض الناس ولا شرفهم. يا اخي بعد العمر هذا كله ما مات الشر داخلك؟ ما مات؟ لو كان غيرك قايل الكلام هذا كان قصيت لسانه، لكني ما لومك، لانك صرت عبد النعمه اللي طعموك اياها وغرقوك بفلوسهم لما صرت كلب تنبح وتنهش عنهم. لكني احذرك يا احمد، احذرك توقف في دربي. نابك راح اكسره وادوسك بريولي اذا ما وصلتني فلوس الليله. ما تلوموا لنا نفسكم. لازم نبلغ عن الشرطة. شلون تبينا نبلغ الشرطة ونفضح روحنا؟ هذا أنت رفيج عمره وما قدرت تسوي شيء. حسبي الله عليه. اللي قاعد يصير أصلاً غصباً علينا إحنا الثلاثة. لا تعتذر ولا تتأسف. مشكور وما قصرت. مع السلامة. هذا أحمد أملنا الأخير وما قدر يسوي شيء. خلاص عيل، ما قدامك غير إنك تسلمين المبلغ. من وين يبلي يساعد؟ ما عندي المبلغ كله. نتساعد انا وانتي وبس. هل يوسف يقعد يستغل ضعفنا وخوفنا؟ تذكرين يا نورة لما كنتي حامل بوليد كنا بنفس الوضع، الكل كان مستغل موقفنا وضعفنا، والسبب منه كان يوسف. دارت الايام والزمن ورجع مره ثانيه وبنفس الغلطه. ولي متى تبيني اقعد ادفع في ثمنها؟ لما نتخلص من هذا اللي اسمه يوسف. عاد انا ما راح اسمح لي يبتزني اكثر من كذي، خلاص تعبت. حتى البارحه كان قاعد يبتز فيك وانت كنتي ساكته وراضيه. هذا كان شورج. خلاص تبعي شورج اليوم وشوفي شنو بتكون النتائج. سعد سعد، هذا وقتك قاعده تهددين الحين؟ انا مو قاعده اهدد يا نوره، انا قاعده افهمك. اذا احمد صديق عمره وحبيبه ما سوى الاحترام، تعتقدين ممكن يسوي لي احترام انا وانت؟ يوسف هذا كلب مسعور، والكلب المسعور عمره ما يخاف من الموت. نورة
البارحة قلت لك أنا وأنت بمركب واحد، يا نغرق سوا يا ننجى سوا. الحين ما قدامنا، أنت دفعي له النص وأنا أدفع له النص، وأمرنا لله شو نسوي بعد؟ تروحين معي هالمرة؟ سعد الله يخليك عشان خاطري. إن شاء الله. يما أنت وين كنتي؟ انشغل بال أبوي عليك وانشغل بالنا بعد. لا تحاتين حبيبتي، أنا كنت في البنك. تروحين البنك وأنت تعبانة؟ المفروض ما تتحركين من السرير. سعد كانت معي على فكرة، شفت عمك أحمد في البنك وقال إن خليل سافر وسلم عليكم. وسلم عليك أنت بالذات يا ناصر. الله يسلمه. يما هذه كروت الدعوة، ادعي فيهم الناس اللي تحبينهم ويعزون عليك. مبروك حبيبتي. سامحيني يا ماما عليك صور، انت ادرى بالظروف. يا يما احنا كلنا براحتك وسعادتك. احم احم، ما باقي لفستان العرس يجهز باكر بنخلص وبنفتك منك يا فجر. ايش دعوة لهالدرجة مستعيلة على فراقي؟ سمعيني زين، اذا الليله ما وصلني المبلغ مباشر راح اكون عند وليد في المكتب، وانت تعرفين ايش راح يصير. بشوف شلون تفرحين بزواج بنتك. اللي متصل؟ متصلني من الجمعية. أحمد أنت ليش مضايق حالك؟ يلي عليك ساويت. ما أدري يا منال، حس إني أنا كثر ما سويت، حس إني مقصر ما سويت شيء. ليش أنت شو طالع بإيدك تعمل؟ ما أدري يا منال، وهذا اللي مضايقني. بس أنا نفسي أوقف هذا اللي اسمه يوسف عند حده، لكن شلون؟ شلون؟ طيب ليش ما بتخبر الشرطة؟ بينتقم منهم وبيفضحهم، لا وبينكشف كل شيء. أنا ما كنت بتوقع إنه رفيقك يطلع خبيث لهالدرجة هي. مسكينة يا نورة، كانت كل الوقت عم بتحاول تعيش بهدوء وسلام بعيد عن الماضي، بس مع الأسف الماضي مو راضيان يتركها بحاله. تصوري طالب منها 100,000 دولار، لا ويبيهم الليلة يستلمهم. هذا مجنون. قولي شيطان رجيم، لكن ربك إن شاء الله بينتقم منه، إن شاء الله ينتقم منه. أنا ما كنت أتصور أنه بيكون حقير لهالدرجة. تصوري صوري إن حسسني أنا أكون حقير مثله. تصرفات هذه حسستني بإني أكون شريك معاه في كل اللي قاعد يسويه. بس أنت هلأ حياتك كلها صفحة بيضة وجديدة ما فيها شيء. بس يوسف هو النقطة السوداء اللي في حياتي، مو راضي تمحي. أحمد أنت مالك مسؤول عن تصرفاته، وأنا واثقة إنه بده يجي يوم ياخذ جزاته عن اللي عم بيساويه. يا ريت يا ريت وبسرعة. يلا خلصنا.
هذه قيمة رفع الإيد يا أم وليد. واكسر راسك لو حاولت تبتزني مرة ثانية. حرام حرام تترملين وانتي بعد الشباب، ولا نسيتي من وليد يا أخت وليد؟ خذي فلوسك ومالك شغل بحياته، ولا تحول مرة ثانية. بدون تهديد. نسيتي ان في علاقة قديمة بيني وبين عقيد سهيل، ايام ما كان هو ضابط في المخفر وانا كنت مسجون عنده؟ عاد تصوري، زوجة عقيد رجل قانون، تعرف واحد له سوابق مثلي؟ لا، وكان تزوره في شقته، واليوم جاية تتوسل علشان يخلي صديقتها في حالها. نذل مثلك ما يخوفني، ولا أظن أن سكوتي خوف. خوف غصب عليك. وإذا تبين أثبت لك إياه بثبته. أعلى ما في خيرك ركبت شان تقدر. أوكي أوكي، قدامكم يومين، يا تجيبون لي 100,000 يا تعرفون شو راح يصير. وهذا أنا ركبت أعلى ما في خيبي، وإذا فيك خير نزليني. انت ايش سويتي يا سعاد؟ كان لازم اسوي كذي يا نوره علشان ما احسسه ان احنا خايفين منه. وهو عارف ان احنا كل ما ننفذ طلباته خوف من تهديداته. الحين انت ما تقولين لي من وين نجيب لها الفلوس؟ ولمتى بنتم على هالحاله؟ ولمتى بالله انت ما تقولين لي؟ لمتى احنا بنتم تحت رحمه هذا اللي اسمه يوسف؟ ارجوك يا سعاد، اي غلطه بيخترب بيتي وعمري كله بيضيع. يا سلام، يعني انا اللي ما راح نخرب بيتي؟ احنا لازم نلاقي حل المشكله هذه. كان لقينا الحل من زمان بدل ما هو كل شوي يبتزنا ويضحك علينا. ما في مشكلة وما لها حل يا نورة، احنا قدامنا يومين ولازم نلاقي حل. يلا 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 تأخرنا على البيت.